طبعا احنا اتكلمنا على الفيجن واتكلمنا على الهيرنج والسبيتش، طبعا دي اهم حاجات احنا ممكن نكوميونيكيت بيها مع يوزر. في بعض الحاجات التانية نعتبر سنسوري موداليتيز تانية غير كده ممكن برضو تبقى داخلة معانا، بس النقطة ان هي بتبقى اقل بكتير جدا 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 في الاهمية الحقيقة، مفيش كلام. فعامة نقدر نقول انها جنرالي بورر انفورميشن انبوت، اوكي، بالنسبة لليوزر عن الفيجوال وعن الاوديتوري سيستمز. اول واحدة فيهم هي السكين او السوماثيتيك سومثيتك سنسز، اللي هي الحاجات اللي معتمده على اللمس. يعني ممكن يبقى في مثلا حاجه تبقى لها علاقه ب، يعني مثلا اليوزر يبقى لابس حاجه تعمل له مثلا فايبريشن مثلا، اوكي، والفايبريشن دي تبقى هو يحس بيها فيعمل مثلا يعرف ان في حاجه معينه موجوده. او التاتش، يعني اللي هو يعني مجرد بس ان انا بقى مثلا الديفرنت تاتش مثلا ده ممكن يديني مثلا يعني انديكيشن ان في حاجه معينه بتحصل. طبعا دول الحقيقه احنا بيعتمدوا على حاجات كتيره جدا، بيعتمد اذا كان مثلا الحاجه اللي موجوده في التاتش دي بتبقى ستاتيك ولا دايناميك، يعني بتتغير مع الوقت. والفايبريشن ده بيعتمد على اللوكيشن بتاعه ويعتمد على الفريكونسي بتاعت الفايبريشن دي كام. فلما بتكلم مثلا على الثريشولد امبليتيود بتاعت الفايبريشن مثلا، لا ان هي لها كيرف بالشكل ده كده، احنا ممكن نديتكت الثريشولد بتاعنا دوت او الليفل دوت لو كان الفريكونسي بتاعتنا بالشكل ده. يعني هنلاقي ان عند ال 250 دي نقدر نديتكت اعلى حاجه، اوكي، يعني نقدر نديتكت اقل فرق او اقل امبليتيود عند ال 250 دي، فدي اكتر ايه فريكونسي سنسيتيف بالنسبه لنا بالنسبه للفايبريشن. طبعا احنا كلنا عارفين من استعمالنا مثلا للحاجات اللي هي زي السيل فونز هنلاقي الفايبريشن في بعض الاحيان ما بنحسش بيها خالص. طبعا دي بتبقى اكيد غير لما يكون عندي صوت الجرس نفسه بتاع التليفون، بيبقى طبعا بالنسبه لي اوضح بكتير جدا من الايه من الفايبريشن. طبعا ممكن يكون من السكين سنسز برضو، ممكن يكون حاجه تحس بالتمبرتشر، ده برضو ممكن احنا نطلع الانبوت بتاعنا او الانبوت بتاعنا اللي هو يبقى داخل لليوزر يبقى له علاقه بدرجه حراره الحاجه اللي هو ماسكها في ايده. ودي طبعا برضو حاجة تعتبر very poor communication method عشان نقدر ان احنا deliver message مهمة لليوزر دوت. ال pain ده طبعا بيبقى indication ل hazardous condition، وده طبعا بيحصل لو كان في مثلا عندنا يعني فرضا يعني ان انا يعني في حاجة استعملتها بطريقة خاطئة ممكن ان احنا deliver يعني sense of pain مثلا، او يبقى في يعني بأي شكل من الأشكال حاجة تبقى لها علاقة بال pain تبقى ديليفرد لليوزر بحيث ان هو يحس ان في حاجه مختلفه. طبعا ممكن ان احنا نعمل كومباينيشن من الحاجات دي كلها، بس طبعا احنا كلنا شايفين ان الحاجات دي very poor information input system زي ما كنا بنقول، ويعني نبقى عارفين ان هي ممكن تكون موجوده في بعض الاحيان، يعني vibration ممكن يبقى موجود في بعض الاحيان بس ما هواش حاجه very effective. طبعا في عندنا بعض الاحيان بتضطرنا ان احنا نستعمل السوماثيتك senses دي، زي مثلا لو فرضا انا بعمل حاجه system بيجايد الشخص الكفيف، فهو ما يقدرش يشوف اساسا، وبعدين لو هو ماشي مثلا فرضا في شارع مزدحم مثلا وفي نويز بيبقى صعب برضه ان انا ادي له اوديتوري الارم او اوديتوري انفورميشن. فممكن يا اما ان انا يعني اعمل له حاجه تبقى لها علاقه بالفايبريشن او حاجه لها علاقه بالتاتش، اوكي، بحيث ان هو تدي له المسج اللي هو تقول له مثلا ان في حاجه عائق قدامك مثلا ولا حاجه فيقدر ياخد باله منه. ففي بعض الاحيان بيبقى عندنا اضطرار ان احنا نستعمل الحاجات دي، بس لو احنا عندنا الفيجوال والاوديتوري الارمز او اوديتوري سيستمز اوف كوميونيكيشن موجوده بتبقى طبعا بتغنينا تماما عن السكن سنسز خالص. في عندنا عدد تاني من السنسور موداليتيز زي يعني الماسل سنسز او سنس اوف بالانس او الكيميكال سنسز، دي كلها حاجات حقيقه طبعا اقل في الاهميه بكتير بس لازم نكون عارفينها برضو انها موجوده. ويعني مثلا الماسل سنس دي بيبقى يعني فيها مثلا حاجه اسمها بروبريوسبشن، لها علاقه بان الجسم بيعرف الاماكن بتاعت كل واحده من الجوينتس بتاعتي عباره عن ايه او مكانها فين، بحيث ان انا لما اكون عايز اعمل اكشن معين ببقى عارف ببتدي منين. والكينستيسيس معناها ان انا برضو يعني لو انا بحرك مثلا واحده من الجوينتس بتاعتي ببقى عارف برضو بتتحرك ازاي والاكسلريشن بتاعتها عباره عن ايه، بعرف الموفمنت بتاعتها مكانها فين والاكسلريشن بتاعها كام. ممكن نتكلم برضو على حاجات زي السنس اوف بالانس، ده اللي هو مسؤول عنه الفيستيبولر سيستم، ده معناه ان احنا بيبقى عندنا في كولكشن للديتا من الفيستيبولر سيستم بحيث يقول لنا اذا كان احنا بالانس ولا في عندنا لوس اوف بالانس، او يقول لنا برضو الاورينتيشن بتاع الجسم بتاعنا شكلها عامل ازاي، او لو حصل عندنا موشن بنقدر نديتكت برضو الاكسلريشن عامله ازاي.
في عندنا كيميكال سينسز زي تيست والسمال، دي طبعا كلها حاجات بتبقى في منتهى الصعوبه طبعا احنا ناخدها في اعتبارنا ان هي تبقى انبوت، واحده من الانبوتس بتاعتنا لليوزر، لانها طبعا فيري ان ريلايبل. بس دي طبعا ممكن هي تبقى يعني بتكويكلي ادابت، يعني لان هي ممكن لو انا حطيت سنسوري سنسور معين او يعني سنسوري ستيمولس معين ممكن هي بسرعه ادابت ليه، فبعد شويه ما يبقاش اصلا في سنسيشن للانبوت ده باي شكل من الاشكال، فما هياش ريلايبل خالص ان احنا نستعملها كانفورميشن انبوت سورس لليوزر بتاع الاجهزه الطبيه.